السلام عليكم ورحمة الله. توقفنا كثيرا في سورة آل عمران مع غزوة أحد والدروس المستفادة منها، ودعونا نتوقف الآن قليلا مع درس في غاية الأهمية من غزوة أحد. لماذا تعرض المسلمون للابتلاءات والمصائب والشدائد في غزوة أحد؟ حتى يميز الخبيث من الطيب. وسأل بعض المؤمنين عن علامة يفرقون بها بين المؤمن والمنافق، فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فلكم أجر عظيم. ده هو الاتجاه الأول في تفسير تلك الآية، أن الخطاب للمؤمنين. أما الاتجاه الآخر في تفسير تلك الآية الكريمة هو أن الخطاب في تلك الآية الكريمة للكفار والمنافقين. قال بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والضحاك ومقاتل والكلبي. قالت قريش: يا محمد، تزعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان، وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض؟ فأخبرنا بمن يؤمن بك وبمن لا يؤمن بك. فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فلكم أجر عظيم. أما بالنسبة للمنافقين فقد بلغهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أعلم بمن يؤمن به وبمن يكفر به من أمته، فقالوا استهزاء: زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد، ونحن معه وما يعرفنا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام طعنوا في علمي، لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: حذافة. فقام عمر فقال: يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبك نبيا، فاعف عنا عفى الله عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم منتهون؟ ثم نزل عن المنبر، فأنزل الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،
طيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فلكم أجر عظيم. هناك الكثير ممن يشككون في أهمية علم التفسير، وتلك الآية الكريمة تجيب عليهم. فالمخاطب والمقصود بتلك الآية ثلاثة أصناف من البشر: المؤمنون والكفار والمنافقون. فإن كان الخطاب للمؤمنين يكون المعنى ما كان الله ليدعكم أيها المصدقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس واختلاط المؤمن منكم بالمنافق حتى يميز الخبيث من الطيب، فيعرف المنافق من المؤمن والكاذب من الصادق والأشرار من الأخيار. قال مجاهد رحمه الله: ميز بينهم يوم أحد، فعلم نفاق عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه الذين انسحبوا قبل المعركة. وأثناء المعركة لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، سارع بعض المنافقين وقالوا: قتل محمد، فلنرجع إلى ديننا وإخواننا. بينما قال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. فكان الجهاد والهجرة وسيلة للتمييز بين المؤمن وغيره، فسارع المؤمنون وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وآثر آخرون البقاء فلم يهاجروا ولم يجاهدوا. أقص على ذلك أخي الكريم ما حدث للمسلمين بعد رحلة الإسراء والمعراج، فسارع أبو بكر الصديق فآمن وصدق، وآمن البعض وصدق، وارتد آخرون عن الإسلام. وعند تحويل قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام آمن البعض وارتد البعض عن الإسلام. أما إن كان الخطاب للكفار والمنافقين يكون المعنى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان من حكمة الله أن يطلعكم أيها المؤمنون على الغيب الذي يعلمه من عباده، فتعرف المؤمن من المنافق. فعلم الغيب لله وحده، ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاءات. تخيل معي أخي الكريم لو أن الله عز وجل أطلعنا على الغيب وأعلمنا المؤمن من المنافق، وتخيل معي أخي الكريم ما سيترتب على ذلك من فضيحة المنافقين وغلق باب التوبة في وجوههم. وقد يغتر بعض المؤمنين بإيمانهم ويترك العمل وقد شهد الله له بالإيمان، غير أن الله تعالى يختار ويصطفي من رسله من يشاء ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه. فأطلع الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم على بعض أحوال المنافقين وعلى بعض أسمائهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بها إلى الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان، وقد أطلق عليه حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فآمنوا بالله ورسوله ولا تشتغلوا بما لا يعنيكم من علم الغيب. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق، وإن تؤمنوا إيمانا صادقا وتتقوا ربكم بطاعته وعدم مخالفة أمره فلكم أجر عظيم عند الله. ودائما ما يرتبط الإيمان بالتقوى، وكلما زاد الإيمان زاد التقوى. وأخيرا أخي الكريم، ما تمر به الأمة الإسلامية الآن من امتحانات وابتلاءات شديدة لحكمة إلهية
حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فلكم أجر عظيم.